الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ركن تيموي نقنن جمنام ركن إسلام كي ينسري بي كلمة شهادة أويتو دهوتا كلمة شهادة نو. نعم، أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. كمين ناموي داي ساقصام داي ينترو كروب سكارة كراو بي الله لاي. كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة. رول بركا دايل ريكو أوي داي ينكروب سكارة كراو أم بي الله كنن تطول براجي. أكفر بجميع ما يعبد من دون الله. فينو كي كي ترويين بنجيه نرول بركا دايل كروب سكارة كراو أم بي الله. أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. جام باي ترويين جيجي نن إبادة تجمبو الله سبحانه وتعالى تمويكو. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على ركنين. كلمة لا إله إلا الله كجي سصا هاي أوي دايل تفو أي سصاني كجون لبي تنفي جميع ما يعبد من دون الله. تيموي كجين فروجران جال نرال بركا دايل إبادات كراو بي الله سبحانه وتعالى. وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. هاي جمنا دي بي كجين ترو برقات هاي ين إبادات تجمبو الله تعالى تيمويكو. ونشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد. هاي ين ترو جيجي هاي ترو تفوجي سأسي دبر بقات نبي محمد صلى الله عليه وسلم كجي رسول ربه قات بمين ين ترو كروب تجمبو قات لاي. ورسول لا يكذب. هاي نبي بندا نبي كو جي بيسه نبي محمد بمين جي نقدان لجي بود بونو لاي. الركن الثاني إقامة الصلاة، لابد أن نصلي الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم وليلة. هاي ركن تيبي نقنن ركن إسلام كي بنشو سمبهيان ونو كي يين بنشو سمبهيان تن برامبيل سمراب مويتنائي ميوم. الثالث إيتاء الزكاة. هاي ركن تيبي كي يين بنشن نطراب زكاة باسن جي يين دال كروب جمنون. الرابع صوم رمضان. هاي ركن تيبون كي يين ترو بوه نوك هاي رمضان. الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. سمراب ركن تيبرام كي يين تطفو ركن حجي سمراب نانا دال مين لدبهيب آتو دال.